تعتبر عملية ضرب المصفوفة بعدد حقيقي أو قسمتها عليه من أسهل العمليات اللي يمكن القيام بها، لأنها بكل بساطة عملية الضرب يعني تضرب كل عنصر موجود في المصفوفة بهذاك العدد. عملية القسمة يعني قسمة كل عنصر في المصفوفة على هذاك العدد. نفترض أني أعطيتك مصفوفة قلت لك الـ A يساوي 12 6 4 2، قلت لك find مثلا عملية الضرب نقول 2 في A 2A، مباشرة راح تقول لي 2A يساوي العنصر الأول في 2، 2 في 12، 2 في 6، 2 في 4، 2 في 2 يساوي كم؟ 24 12 8 4. طيب لو طلبت منك A على 2، شوف الفرق. طبعا الرقم المضروب او المقسوم ممكن يكون 2، ممكن 3، ممكن سالب 2، ممكن سالب 3، عادي يعني على حسب. مثلا الـ A على 2 وش يساوي؟ تقوم تقسم الـ A نفسها لـ 12 على كم؟ على 2، الـ 6 على 2، الـ 4 على 2، والـ 2 على 2 يساوي 12 تقسيم 2 من 6، 6 تقسيم 2 3، 4 تقسيم 2 من 2، 2 تقسيم 2 من 1. طيب ناخذ مثال، لنفترض ان عندنا ال A يساوي 2 4 6 سالب 4 0 8، ال B هذه الأرقام الموجودة عندك. قلت لك find A على 2 زائد 2 B، فأنت مباشرة تطلع هذا الحال وهذا الحال بعدين تجمعهم. بكل بساطة نقول ال A على 2 يساوي 2 على 2، 4 على 2، 6 على 2، 0 على 2، 8 على 2، سالب 4 على كم؟ على 2 يساوي 1 3 0 2 سالب 2 4. كذا انتهينا من الجزء الأول. طيب 2 بي وش يساوي؟ هذه بي اللي عندنا، معناه نضرب كل عنصر موجود فيها باثنين. اثنين في واحد، اثنين في اثنين، اثنين في ثلاث، اثنين في صفر، اثنين في سالب واحد، اثنين في ست يساوي اثنين، أربعة، ست، صفر، سالب اثنين، 12. طيب المطلوب الأخير كله A على 2 زائد 2 B، نقول A على 2 اكتبها كامل زائد 2 B يساوي، اكتب قيمة A على 2 اللي هي 1 3 0 2 سالب 2 4 زائد الاثنين بي. اثنين بي كم قيمتها؟ اثنين صفر اربعة سالب اثنين ستة 12 يساوي. نفتح القوس ونبدأ بجمع كل عنصر مع نظيره. واحد زائد اثنين كم يساوي؟ ثلاثة. ثلاثة زائد اربعة كم يساوي؟ سبعة. صفر زائد ستة
2 زائد 0 سالب 2 ناقص 2 اللي هي سالب كم؟ 4. 4 زائد 12 اللي هي 16.